بكم من جديد. يعني الموضوع رح نحكي فيه موضوع كثير يهم يعني شريحة كثير كبيرة من السيدات. جميع السيدات يحلم بالإنجاب والأمومة ويرون أن الأطفال وجود مختلف في الحياة، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن بالمقابل للحمل ضرائب عديدة أبرزها الهبوط النسائي أو ما يعرف بالتهبيطة. للتعرف أكثر حول التهبيطة أو الهبوط النسائي سعدنا أن يتواجد معنا الدكتور عبد الرؤوف رياض، استشاري نسائي وتوليد ومستشار نقص الخصوبة والأمراض والجراحة النسائية وجراحة التجميل النسائية والحمل والولادة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور كافي وشكرا لكم كثير على استضافتي. الله يخليك دكتور. يعني خلينا نعرف او يعني للاشخاص او السيدات اللي ما عم بيعرفوا لسه ايش هي التهبيطه، فما هي التهبيطه او الهبوط النسائي؟ باختصار وببساطه كثير هي ارتخاء بجدران المهبل. نعم اوكي. خلينا نشبهها كالتالي. الست لما بتكون واقفه في قدام بطنها ورا ظهرها، صح. قدام المهبل بيكون بتيجي المثانه اللي بتطلع البول، خلف المهبل بيجي المستقيم والشرج اللي بيطلع البراز. هلأ إذا صارت التهبيطة أو عفوا الضعف في جدار المهبل بالجدار الأمامي بصير تهبيطة أمامية أو بولية أو مثانة. أوكي. إذا التهبيطة أو الضعف كان بالجدار الخلفي بصير اسمها تهبيطة خلفية. تهبيطة خلفية. أوكي. هلأ هاي بشكل عام التهبيطة الأمامية والخلفية. هلأ في تهبيطة تانية أو ثالثة خلينا نقول اللي هي تهبيطة الرحم نفسه. الرحم بيجي بقمة المهبل فوق فوق، نهاية المهبل بيجي الرحم. هلأ إذا الرحم ضعفت أربطته اللي بالحوض وما عادت قادرة ترفعه لفوق، ممكن يوقع عنق الرحم، فنلاقي عنق الرحم مثلا المهبل طوله مثلا 10 سنتي، المهبل وصل على 6-7 سنتي، سحل كله الرحم لتحت. هلأ هاي تهبيطة علوية. هلأ في تهبيطة كمان إضافية موجودة وبكثرة عند الستات اللي بيشكوا من سلس بالبول، يعني عدم استمساك البول. عدم استمساك البول هاي تهبيطة أمامية بس مو بالمثانة، لا بالجزء الصغير اللي طوله 3 سنتي تحتيها اللي هو الإحليل اللي بيطلع البول من المثانة لبرا. هلأ بيكون الجدار تبع المهبل تحته ضعيف فبيكون نازل شوي مرتخي فبيفلت البول باستمرار. في حتى يقول لك اذا ضحكت او مثلا سعلت عم بصير هناك مثلا سلس بول، صحيح؟ بالضبط، هذه بنسميها سلس بول جهدي. اللي بيجي على الجهد. على الضحك، على العطس، على تحمل شيء ثقيل، ترفع شيء ثقيل، هذه كلها سلس بول جهدي. هلا في سلس بول زحيري او عصبي. هذا المثانه بتكون عصبيه هيك من اسمه، ترجف، بتلاقيها بترجف. فهلا ايش ما اجى فيها شويه بول بتحس الست حالها بدها تروح بسرعه على الحمام ويمكن ما تلحق. تمام. هلا طب الاسباب اللي بتصير للتهبيطه بالرحم او مثلا باي اماكن اخرى بشكل عام هي الاسباب اللي بتؤدي لضعف جدار المهبل. كثير. خلينا نبدا بالعوامل الوراثيه. في ستات العائله كلها عندها تهبيطات طلع فيه جسمهم. جسمهم ضعيف بكل بساطة. أنا امبارح عملت عملية هيك من هالنوعية. أوكي. تمام. هلا نيجي على الموضوع الحمل. الحمل مرهق لعضلات الحوض جدا. هلا تكرر الأحمال المفروض إنه يعمل تهبيط، المفروض. بس في ستات، أنا عملت لستات عمرها 25 سنة وعندها بيبي واحد بس. ومع هيك صار عندها تهبيط. ممكن إذا كان مثلا عملية الولادة الطبيعية أو الولادة الطبيعية بتأثر ولا لا؟ جدا. أوكي بتأثر. طبعا أكيد. الولادة الطبيعية فيها ضغط ودفع وتمطط لجدار المهبل. التمطط هذا بالأخير بده يرتخي. أوكي. هلا حسب طبيعة الجسم برضو، بنرجع لطبيعة الجسم. هلا واحدة عندها كحة مستمرة، عندها ربو. اوكي بتكح. واحدة تخينة عندها تقل في بطنها، عم يضغط على العضلات اللي بالحوض. تمام. اوكي. واحدة عندها مرض في الكبد، عم يعملها مي في البطن، المي في البطن ما هي تقل على عضلات الحوض. اوكي. بتدخن، عندها مشاكل في الرئتين. التدخين بتساعد كمان. التدخين بيعمل كل شيء. ما انا عشان يعني التدخين سيئاته يعني على جميع اعضاء الجسم، فحتى ايضا بالتهبيطه بتاثر كله. بياثر على الرئتين، انتفاخ الرئه او الكحه المستمره بسبب التدخين بتعمل تهبيطه. اوكي. اول عن اخر يعني بصوره غير مباشره. صحيح. هلا خلال الولاده افرض الست ولدت وهي جسمها قوي وما في اي مشكله، بس الولاده كانت شوي عنيفه، اضطرينا نستعمل شفاط، اضطرينا نستعمل ملقط، البيبي كان حجمه كثير كبير، هلا هذا كله بيؤدي لتمزق العضلات تبعت الحوض. وتهبيطه لاحقا. فالاسباب كثيره. بعد الأربعين. بعد الأربعين هرمون الاستروجين فقدانه. انا ما بقول انه الستات تفقد الهرمون بعد الأربعين، ولكن يقل. صح.
وبتفقده نهائيا لما تنقطع الدورة. صحيح. هلا مجرد ما فقدته احنا عرضة شديدة للتهبيطة. اوكي، هناك طرق لعلاج هاي التهبيطة؟ هل هناك تطورات بطرق العلاج يعني باستخدام طبعا الليزر او الى اخره؟ اوكي، بنيجي على العلاجات. العلاج زي ما حضرتك تفضلتي، في تمارين رياضية، التهبيطات الخفيفة اوكي ممكن نلجا لها، الكيجل اكسرسايزز اوكي. هلا هاي ممكن نلجا لها، ممكن تساعد، ممكن هي لشد عضله بالضبط، يعني الست وهي عم بتبول تقطع عمليه التبويل بنص التبويل وتركز مين العضلات اللي عم تقطعها. صح. بحيث انه تكررها وهي قاعده عم تحضر التلفزيون بالليل. صحيح. وهي راكبه بالسياره وهي بالشغل. هلا هذا كله ممكن يقوي عضلات الحوض، ممكن يفيد حتى لو ما كان عندها تهبيط، ممكن تساعدها انه ما تقي نفسها من هذه بالضبط. وعلى الاقل ممكن تخفف سلس بول، يعني اذا عندها درجات خفيفه. تمام. اوكي، طورت الدرجات، لا ما هاي التمارين ما بتفيد نهائيا. هلا هاي مشكله هاي التمارين انه بدها تستمر العمر كله. يعني اذا وقفت زي الرياضي. صح. ببني عضلات. يوقف سن زمن كله بيرتخي. صحيح. عرفتي؟ هلا في عندنا العمليات الجراحيه، خليها للاخر، وفي عندنا موضوع الليزر زي ما حضرتك تفضلتي. هلا الليزر عم بينتشر هلا كثير. هلا اي ست بتولد لازم يكون عندها درجه خفيفه من التهبيطه اذا كان طبيعي. طبيعي. أوكي. طبعا. اوكي. لازم يكون عندها درجه خفيفه من التهبيط، وهذا شيء ناتشرال طبيعي. صحيح. وهذا المفروض انه ما بياثر لا عليها ولا على زوجها من ناحيه العلاقه. اوكي، بس هذا هو اللي بيتعالج بالليزر. أوكي. اللي هو الدرجات الخفيفه. هلا نحكي بشكل علمي، الدرجات المتوسطه والشديده الليزر ما بيعمل فيها شيء، لازم عمليه جراحيه. اوكي، هلا نيجي على موضوع ثاني، انه الليزر صدر ظهر في العالم مو اكثر من سنتين ثلاثه. صحيح. اوكي، لسه احنا ما بنعرف شو اثاره المستقبليه البعيده. اوكي، لانه هو بالنهايه عم يعمل حرق. صح. في جدار المهبل، هو حرق، لطفناها ما لطفناها، هي بالنهايه عم بحرق الانسجه. صح. بحيث انه الانسجه تعمل فايبروزز، تليف، وتصير قاسيه. بس انا بالنهايه عم بحرقها. هلا شو بياثر هذا الحرق لقدام؟ طبعا ما في اي دراسات بتقول انه تم دراسته لمده 10 او 15 سنه، هو لسه اصلا اوريدي جديد. صح. اوكي، فلسه انا يعني عندي تحفظات من ناحيه الليزر. اوكي، يعني ممكن يكون له مثلا اثار سلبيه، ممكن انها ترد بعد فتره ترجع مثل اول مثلا واكثر، فبتفضل انه الجراحه. هلا الليزر هو عمليه، مش هو عفوا مش عمليه، هو اجراء بيتم بالعياده الخارجيه. اوكي، بالعياده. بالعياده. أوكي. وبدون تخدير وبدون ولا شيء، ومدته 6-7 دقائق، بيدخل جهاز داخل المهبل. الجهاز هذا زي في لولب هيك بضل يفتل وبيعطي حرق 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 على الدائر كله. أوكي. هلا هذا الليزر ما بينعمل مره واحده، سيشن واحد. أوكي. هذا بده يضل ينعمل. اوكي، له جلسات متعدده. وبعدين حتى لما تخلص الجلسات هاي بدها تعمل مينتننس، جلسات باستمرار عشان تحافظ على الحرق هذا. أوكي. لانه الجسم بيرمم حاله، هاي طبعًا من طبيعتنا. طبعا. اوكي، فلما يرمم حاله بيقيم الانسجه المريضه المحروقه. صحيح. وبرجع انسجه جديده. صح. ضعيفه. صحيح. اوكي، فهلا هذه مشكلته، انه هو لايف لونج، العمر يعني كله بدها تمشي فيه. صحيح. هلا العمليه الجراحيه اذا تمت بشكل صحيح بمواد معينه بخيوط غير قابله للامتصاص، بتضل العمر كله نفس الفعاليه. اوكي. اوكي، هلا طب كيف الست بدها تعرف انه صار معها تهبيطه؟ يعني هل هناك اعراض مباشره غير مباشره؟ هل ممكن يكون سببها مثلا شيء ثاني، تفكر عندها تهبيطه، او لا خلص تهبيطه اعراضها محدوده، اعراضها مباشره لتكون للسيده؟ بشكل عام لما عم نحكي عن تهبيطه عم نحكي عن وجع متكرر في اسفل البطن. تمام. وجع متكرر بأسفل الظهر، التهابات مهبلية متكررة. الست يعني أثناء دخولها الحمام لقضاء الحاجة بتتشطف، بتحس إشي برا بارز طالع لبرا. ممكن إذا التهبيطة شديدة وبرزت جدار المثانة لبرا، إنه تعمل بسبب تعرضها للهواء الخارجي، تجف تتقرح، لأنه هي أصلاً مفروض تكون جوا المهبل. أوكي. حيث وسط رطب. صحيح. أوكي، جف تتقرح، تلتهب، تنزف. اوكي، هلا خلال العلاقه الزوجيه ممكن يحصل اصوات غير مرغوبه. اوكي، ممكن عدم رضا عن العلاقه الزوجيه لا هي ولا زوجها. أوكي. هلا هاي كلها اعراض، التهابات مثانه متكرره. اوكي، هلا اذا تطورت الامور ممكن تصير سلس بول. اوكي، او حبس بول.
تمام. ممكن هاي ممكن هاي، يعني عكس بعض. ما هو ما هلا في احليل وفي مثاني باخره. هلا التهبيطه بتغير، بتوقع المثاني جوا المهبل، تغيرت الزاويه بين هذا الاحليل وبين المثاني، تغيرت الزاويه، يا انه البول بيفلت بسهوله يا انه بينحبس. تمام. بالعكس مش قادر يطلع. اوكي. الريح الخارجية ممكن تزيد بهاي الأحوال هذه. بشكل عام هاي هي الأعراض. أي إشي بنتحسه بهالأعراض تفحص، سهل جدا تشخيص. وكل ما اكتشف بالأول دكتور ممكن يكون علاجه بشكل أسهل، يعني ممكن بعض التمارين الرياضية، ممكن بعض الأدوية، أو ممكن تقلل من أنه يصير عندك أنه تهبيطة كتير قوية. هلا للأسف أنا بوقف على كلمة أدوية، ما في دواء، ما في دواء، ما في دواء. اوكي. لا. لازم عمليه جراحيه مباشره. لا، يا تمارين يا عمليه جراحيه يا ليزر بين قوسين. اوكي. اوكي. اما دواء، ما في دواء، ما في ادويه. لا هلا ممكن تجيني واحده تهبيطه خفيفه، وهذا شيء كثير طبيعي عند الستات، بعلمهم التمرين اللي انا هلا حكيته، بشدوا عضلاتهم. بس اذا تطورت الامور لسبب او لاخر، ساعتها ممكن نلجأ للعملية. طيب إذا صار عند السيدة تهبيطة أثناء الحمل، هل هناك علاج لهذا الموضوع؟ خلال الحمل ما بنعمل ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء، حتى لو صار سلس بول. وفي كتير ستات خلال الحمل بصير عندهم تبول لا إرادي بالحمل، بنقول لهم بعينكم الله استحملوا من هون لتولدوا. لا، لازم تستنى قبل ما تولد. ومن هون لتولد كمان بنستنى فترة النفاس على ما الجسم ترجع أعضائه زي ما كانت أول، يعني يروح الاحتقان اللي فيها والتورم عبال ما تطب زي ما كانت. بعدين بنفكر بالعلاج. يعني مش قبل شهرين، شهرين ونص. اوكي. انا فكرت ممكن اثناء عمليه الولاده ممكن تحلوا لها هي المشكله، ولا لا بتكون هلا في كثير ناس بقول لك انا بدي اعمل عمليه شد خلال الولاده. صحيح. اوكي. هلا الشد خلال الولاده هو عمليه غالبا فاشله. اوكي. يعني أول مرة الدكتور بقول لك لا، بتكون عملية غالبا فاشلة. أوكي. لأنه ممكن ترجع بتكون بشكل أقل أصلا أكثر. مش بوضعها الأناتومي مظبوط. أوكي. مش بوضعها الفيزيولوجي الطبيعي. عشان أعرف قديش أنا رح أشد. أوكي. هي كلها بتكون ممطمطة. أوكي. فأنا لو أخذت 3 سنتي هدول يعني غلط، مش مظبوطة. أوكي. هلأ ممكن أشد العضلات، بس في إشي غلط، ما مش مظبوط. وضع الرحم والحوض كله بكون منفخ بالحمل. أوكي. اللي بتقول لي أنت بأول لقاء أنا كان أقول لك إنه هاي العملية وراثية، يعني ما يكون في عنا وراثة بالهبط أو التهبيط أو الهبط بالهبوط. لازم السيدة تضلها تراجع الدكتور بشكل دوري، لأنها بتكون مثلا عندها هاي المشكلة، خايف يصير مثلا أنه عندهم بالعيلة، أو تتواظب على التمارين الرياضية حتى لو ما كانت تشعر بهذه الأعراض. لو ما كانت تشعر بهاي الأعراض بصراحة ما حدا بيجي عند الدكتور. لا. أوكي. إلا إذا إجت صدفة مثلا عشان التهابات نسائية. أوكي. أو قرحة بعنق الرحم واضطرينا نعمل باب سمير. فشفناه قلنا لها إحنا عندك تهبيطة، ولا هي ما بتحس فيها. أوكي. الدرجات الخفيفة. هلأ بس إذا حكينا لها لا، لازم يعني على الأقل وقاية، بلاش تظهر الأعراض. أوكي. دكتورة، هلأ أنت ذكرت الباب سمير، هذا بعض الأشخاص، يعني بعض السيدات يقول لك ما بدي اعمله هلا الا بعد 40، ولكن بعض الدكاتره يقول لك لازم تعمله. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع هيك سريعا قبل ما نختم بهذا الموضوع. انت شو رايك، هل هو ضروري؟ يعني هل هو بالفعل يقي، ولا بس هيك اجراء روتيني زي بعض الاجراءات اللي بتقام بعد الدكاتره؟ لانك انت دكتور صريح صراحه. مستحيل يكون اجراء روتيني لا يقي. اوكي. يقي. ببين يقي انه اذا في مشكله، يقي وبخفض نسبه سرطان عنق الرحم بشكل ملموس. هذا الحدوث. هلا واذا كان في سرطان فيكتشف بمراحل مبكره، وبالتالي علاجه بيصير فعال كثير، يعني أوكي. نسبه الشفاء بتصير عاليه. هلا هذا اجراء ضروري جدا. هلا امتى يجرى؟ هلا باوروبا وبكندا محل ما رحت بيعملوه اول ما تصير البنت سكشوالي اكتف. هلا البنات عندهم بصير سكشوالي اكتف على 14 15. اوكي. بيعملوا لها باب سمير، ما في لها عمر، بيعملوا لها. اوكي. لانه في كثير فيروسات تنتقل بشكل بالاساس عن طريق الجنس. هاي الفيروسات معروف انها بتسبب سرطان عنق الرحم. اوكي. هلا هاي الفيروسات اذا تم اكتشافها نبدا العلاج فيها. أكيد. ونبدا المراقبه الحثيثه للبنت او للصبيه او للست الكبيره. صحيح. اوكي. هلا في بلادنا الحمد لله امورنا افضل شوي. عم بنفضل نجري يعني عاده بعد ال 30. اوكي. بعد ال 30 بنعمله مش كثير كبير. بنعمله مره كل 3 سنين، يعني كل 3 سنوات. بال 10 سنين من 30 ل 40 ثلاث مرات بس. اوكي. اوكي. هلا اذا حصلنا على 3 قراءات سلبية بعد بعد فترة طويلة ممكن نقول هلا وطولي شوي. أوكي. يعني الانترفلز تطولي شوي. هلا اذا كانت ست لها
ممارسات ممكن تزيد نسبة احتمالية إصابتها بسرطان عنق الرحم، لا منقربهم الانترفز هاي منقربها على بعض يعني فترة بالضبط. يعني قريبة بتكون كشف. هلا بس أحكي لك شغلة على موضوع الباب سمير. الباب سمير في الطريقة التقليدية والطريقة الويت والطريقة الطريقة الجديدة. أوكي. الطريقة الجديدة هاي اللي نزلت عن طريق جهاز يعني مش منتشر كتير بالبلد، أوكي. ان شاء الله يكونوا بسمعوني دكتور عقبة القرعان. الجهاز كتير حلو، دقته عالية جدا، عم توصل لبحدود 90%، في حين انه الباب سمير العادية دقتها عم توصل بحدود 50-60%، يعني it might miss، تفقد شيء معين. اوكي. هلا هذا الجهاز بنعمل بنفس اللحظة المريضة نايمة في العيادة، بيعتمد على امواج ضوئيه بتتسلط على عنق الرحم، تنعكس للجهاز حسب طبيعه الخليه. أوكي. الخليه اللي مش كويسه بتعكس كميه معينه، صحيح. والخليه الكويسه بتعكس كميه معينه. الجهاز بنفس اللحظه بيقراها وبيعطيك تقرير immediately، يعني والمريض قبل ما تقوم عن التخت التقرير بيكون جاهز، انت عندك هيك انت ما عندك هيك. أوكي. بس هلا هذا الجهاز مشكلته انه ما في documentation لحد هلا، يعني من ناحيه قانونيه مش معقول انا اقول لها انت ما عندك شيء بعد سنتين يطلع عندها سرطان وترجع تقول لي انت قلت لي ما عندي شيء، طب انا ما عندي دوكيومنت لهالحكي هذا. اوكي. هلا هذا الجهاز حلو كثير. ممكن يكون مثلا بيستخدم هذا الجهاز يكون مش كل 3 سنين، مثلا كل مثلا سنه حتى تكون دقته عاليه. لا بالعكس، لانه دقته عاليه انا بطول الفتره اكثر. أوكي. بالعكس بكون مطمن اذا طولتها اكثر. فيش انه توثيق لهذا الموضوع، فانه ما في توثيق. بس هو دقته عاليه اكثر من الباب سمير العاديه اللي بناخذها عن طريق البرش او عن طريق سباتولا وبندهنها على ازازه هاي. صحيح. اوكي. دكتور عبد الرؤوف رياض، استشاري نسائي، تريد ان نشكرك على هالمعلومات القيمه بخصوص هذا الموضوع. شكرا لك. شكرا لك. الله يخليكي. شكرا لكم جميعا. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.